لقد سمع معظم الناس عن فيلم أب، لكن هل تعلم أن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية؟ اتضح أن الأشخاص الحقيقيين يبذلون قصارى جهدهم لتجنب الخروج من منازلهم، من أماكن الإقامة في وسط المطار إلى بيوت المسامير. دعنا نستكشف أكثر مالكي المنازل عنادا في العالم الذين رفضوا الرحيل. رقم 20. إيديث مايسفيلد. أصبحت إيديث مايسفيلد بطلة شعبية في عام 2006 عندما رفضت عرضا بقيمة مليون دولار لمنزلها الصغير في سياتل. استمر التطوير التجاري المخطط المكون من 5 طوابق بغض النظر عن ذلك، ولكن كان عليهم البناء بشكل محرج حول منزل مايسفيلد البالغ من العمر 108 أعوام، حيث بقيت حتى وفاتها في عام 2008 عن عمر يناهز 86 عاما. في وصيتها كتبت البيت لمراقب البناء المجاور الجديد الذي أصبح بالمصادفة صديقا شخصيا لها ومسؤولا عن رعايتها. في عام 2009 ربط مسؤولو الدعاية في ديزني بالونات على سطح منزل إيديث كترويج لفيلم أب، حتى أنه يشاع أن قصة إيديث كانت مصدر إلهام للفيلم. سيكون كارل فريدريكسن فخورا. رقم 19. نصف بيت. في عام 1957 بدأت ويندلاس هولدينغز بشراء جميع الممتلكات في شارع سانت باتريك تورنتو. كانت خطة الاستحواذ الخاصة بهم تسير بسلاسة حتى اصطدموا بالمنزل رقم 54 ونصف. من الغريب أنه تم تسميته بالفعل برقم 54 ونصف قبل أن يصبح في الواقع نصف منزل. تم بيع نصف الدوبلكس لكن النصف الآخر رفض، لذلك قام المطورون بهدم نصف المبنى بعناية شديدة تاركين جدار الحاجز الحامل سليما. لقد ظل في هذه الحالة الغريبة منذ ذلك الحين وهو مسكون حاليا، لذا سيتعين عليك قطع منزلك في النصف في الوقت الحالي. رقم 18. بيوت المسامير. أصبح أصحاب المنازل العنيدون ظاهرة في الصين. تعرف مساكن أصحاب المنازل هؤلاء باسم بيوت المسامير لأن أصحابها يظلون عالقين في مكانهم مثل المسامير المطروقة. في بعض الحالات بعد هدم العمارات المحيطة تصبح المباني المتبقية تشبه المسامير. تواجه الحكومة الصينية مشكلة كبيرة في التخلص من هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون التحرك بغض النظر عن مقدار الأموال التي تعرض عليهم. وردا على ذلك تقوم الحكومة بقطع خطوط الكهرباء وحتى حفر الخنادق حول بعض المنازل. هذا حقا وحشي. رقم 17. الزراعة في المطار. مطار ناريتا، المطار الدولي الرئيسي في طوكيو، افتتح بشكل مثير للجدل في عام 1978 عندما تم بناؤه على الرغم من احتجاجات المزارعين المجاورين. كان عليه أن يعمل بمدرج واحد فقط حتى عام 2002 بسبب مشاكل قانونية تمنعهم من بناء المزيد. في النهاية تمكنوا من شراء معظم المزارع المحيطة والتوسع، لكن المزارع تاكاوشيتو لم يكن مهتما بالانتقال. كحل وسط غريب تم إنشاء المسار المؤدي إلى المدرج للالتفاف حول مزرعة شيتو التي تقع في وسط المطار مباشرة. يصل البالغ من العمر 68 عاما إلى مزرعته عبر الأنفاق تحت الأرض، وآمل أن يكون لديه زوج جيد من سماعات الرأس. رقم 16. بيت الطريق. وقف هذا المنزل في شانغهاي شامخا لما يزيد عن 10 سنوات بعد الإعلان عن خطط لبناء طريق. لم تعتقد الأسرة المكونة من 7 أفراد والتي تعيش هناك أن الحكومة كانت تعرض عليهم المال الكافي للانتقال، لذلك بقوا في مكانهم. وبطبيعة الحال تم بناء الطريق حولهم. كانت حركة المرور المستمرة صاخبة بشكل لا يصدق، وكان الباب الأمامي على بعد 3 أقدام فقط من الطريق، لكنها كانت حيث ينتمون، أليس كذلك؟ رقم 15. بيت الشطيرة. اشترت ماري كوك منزلها في ويست أفنيو مانهاتن عندما كان سكن في المنطقة لا يزال ميسور التكلفة. عندما أدى تدفق الأثرياء إلى بدء ظهور المباني السكنية الحديثة على جانبي منزلها، رفضت ماري عروض الانتقال. الآن لا يزال هذا المنزل الصغير القديم في نيويورك هناك عالقا بين هذين المبنيين السكنيين الضخمين مثل توم كروز في مباراة كرة السلة. رقم 14. أكثر عنادا أقل أبراجا. هذا المنزل في واشنطن هايتس مانهاتن هو مخبأ من حقبة مختلفة. عندما كانت مانهاتن منازل منفصلة وشبه منفصلة في الشوارع بدلا من المباني السكنية التي لا نهاية لها، لقد نجا حتى العصر الحديث بفضل استخدامه الحالي ككنيسة. أعتقد أنهم يظنون أن العبادة في مكان مرعب كهذا أمر ممتع. رقم 13.
النقطة السوداء. في سوتشو بالصيني في يوليو عام 2013، رفض صاحب منزل وحيد البيع لأشخاص يأملون في إعادة إحياء حيهم بشقق فاخرة. الآن هذا المنزل الصغير الغريب الذي كان يلائم الحي القديم أصبح يبرز جيدا مثل قطعة من التاريخ. حسنا، تاريخ رتيب قاتم نوعا ما، لكنه تاريخ مع ذلك. رقم 12، كوكينج ضد العالم. اشترت فيرا كوكينج وزوجها هذا العقار في نيو جيرسي في عام 1961 كملاذ صيفي. على مدار العقود الثلاثة التالية رفضوا عدة عروض لشراء المنزل، مما دفع مالك مجلة بنت هاوس ماجازين بوب جوتشيوني إلى البدء في بناء كازينو الفندق الجديد الخاص به حول منزلهم. ولكن عندما نفد مال جوتشيوني في عام 1980 توقف البناء. كان المنزل محاطا بالصقالات القبيحة حتى عام 1993 عندما حاول دونالد ترامب شراء العقار من كوكينج. كان يهدف إلى توسيع الكازينو وفندقه القريبين وبناء موقف للسيارات لسيارات الليموزين، لكن مع ذلك لم يستطع. تحت تأثير الفرق القانونية لترامب حاولت المدينة إدانة المنزل على أنه في نطاق المرموق، لكن العنيدة جدا كوكينج انتصرت بقضيتها ضد الحكومة واستمرت في العيش هناك حتى عام 2010. رقم 11، دار آكر. في عام 2011 تمكنت جامعة ولاية بورتلاند من إقناع الجميع في شارع محلي بالخروج من منازلهم لإفساح المجال لمشروع البناء الجديد الخاص بهم. الجميع باستثناء راندل آكر. كان راندل قد اشترى منزله وقام بتجديده مؤخرا فقط، ولم يكن لديه رغبة في المغادرة. لسوء حظ الجامعة كان راندل أيضا محاميا، حاربهم في كل خطوة من الطريق. والآن يوجد منزل صغير جذاب من القرن التاسع عشر في وسط منطقة سكن الطلاب هذه، وإدراكا منه لتشابه وضعه مع فيلم أب مثل حالة إيديث ميسفيلد، أطلق آكر 400 بالون من مدخنته للاحتفال بفوزه بأناقة. رقم 10، انقسام الشارع. من المؤكد أنه كان يجب أن تقوم إحدى شركات إنشاء الطرق السريعة الصينية بتعيين محام قبل الشروع في هذا المشروع في عام 2016. بعد كل شيء، لا تسمح قوانين الملكية الصينية للشركات الخاصة بإجبار أصحاب المنازل على الابتعاد عن ممتلكاتهم حتى ينتهي عقد الإيجار لمدة 70 عاما. كان من الممكن أن يسبب رفض صاحب المنزل ما لم يتم الوفاء برسوم الطلب المرتفعة في أكبر ازدحام مروري في القرن إذا تم فتح الطريق السريع، ولكن مهلا، يمكنه بيع تذاكر وقوف السيارات. رقم 9، مسمار صغير. تدخل منزل المسامير الأصغر والأبسط هذا في بناء طريق في نانينغ بالصين في أبريل عام 2015. رفض المالك التوصل إلى اتفاق مع السلطات حول مقدار التعويض الذي سيحصل عليه مقابل الهدم. لذلك على الرغم من إصلاح الشارع بالكامل بقي هذا المنزل. رقم 8، رفع المستوى. تم بيع الأرض المحيطة بحانة صغيرة في نورث كارولينا تدعى The Thirsty Beaver إلى مجموعة بناء في عام 2015، ولكن بغض النظر عن العرض لم يتم إقناع The Thirsty Beaver بالخروج. كان الصالون الصغير إرثا في عائلة المالك جورج سالم لأجيال، ولن يخون جورج عملاءه المعتدين. لذا كما خمنت على الأرجح بدأت شركة البناء في البناء حوله. لذلك الآن يمكن العثور على هذه الحانة محتضنة في السد الخاص بها، سد من المباني السكنية المتناقضة. هذا عصري جدا. رقم 7، مشكلة صغيرة. في أوائل القرن العشرين قررت عائلة ويكهام بناء متجر فخم متعدد الأقسام في إيست أند بلندن لمنافسة سيلفريدج، لكن تم إحباطهم من قبل عائلة سبي جالتر صانعي الساعات والمجوهرات عن طريق التجارة، الذين رفضوا بيع قطعة من ممتلكاتهم التي كانت حاسمة لخطط ويكهام المعمارية. مضت عائلة ويكهام قدما وقاموا ببناء متجرهم على أي حال كتصميم من جزئين كان من المفترض أن يتم ضمهم لاحقا عندما تقرر سبي جالتر البيع أو في حالة موتهم. لكن متجر سبي جالتر تجاوز عمر متجر ويكهام الذي توقف عن العمل في الستينيات. الآن لقد شهد كلاهما أياما أفضل، لكن القصة لا تزال قائمة في هذا المبنى غير المعتاد حقا في مايل أند بلندن. رقم 6، إخفاق البيع. يلخص منزل أحد سكان رويان بالصين زينغ ميجو كلا التعريفين لبيت المسمار. بعد إخلاء مساحة لساحة تجارية في عام 2013 كل ما تبقى من حي ميجو هو منزلها المدبب المذهل. رفضت التحرك لأنها اعتقدت أن الحكومة كانت تقدم عرضا سيئا.
على الرغم من أنها كانت تعيش في المنزل لمدة عام فقط، استمرت في العيش هناك حتى بعد انقطاع الماء والكهرباء. من يحتاج إلى نتفليكس عندما تكون متحمسا لفكرة أن منزلك قد ينهار في أي لحظة؟ رقم 5. مناظر بانورامية. من الواضح أن بعض الناس لا يمانعون سماع صوت حركة المرور، كما أوضح شاغل هذه المنازل في تشيغياك بالصين. رفضت العائلات الثلاث التي تعيش هناك إفساح المجال أمام الجرافات، لذا فإن منازلهم الآن مطوقة بالكامل بطريق سريع مكون من 4 صفوف. هذا مثالي إذا كنت تبحث عن غرفة بإطلالة 360 درجة على جانب الطريق. رقم 4. ملك التل. في عام 2004 بدا أنه لا يوجد مبلغ من المال يمكنه أن يقنع عائلة وو في تشونغ تشينغ بالصين بالخروج من المنزل الذي كانوا يعيشون فيه لمدة 3 أجيال، فهم من المفهوم لا يهتمون كثيرا إذا كان ذلك يعني أن مركزا تجاريا من 6 طوابق لن يكون موجودا. لقد صمدوا لسنوات حتى حفر المطورون حفرة بعمق 30 قدما حول منزلهم بالكامل بينما كانت العائلة غائبة. على الرغم من ذلك اقتحمت الأسرة موقع البناء وعادت إلى منزلها رافعة العلم الصيني على القمة. وبحسب ما ورد قام يانغ وو صاحب المنزل وبطل فنون الدفاع عن النفس المحلي بنحت درج إلى المنزل باستخدام النينشاكو، كما هدد بإطلاق العنان لمهاراته على أي شخص يجرؤ على طردهم. الاهتمام الذي جذبه يانغ وزوجته حولهما إلى مشاهير صغار، وتوصلت في النهاية العائلة إلى تسوية وانتقلت في عام 2007، وهو أمر غريب نوعا ما لكنه مفهوم حيث أنه لا أحد يريد حقا العيش في حفرة كبيرة من الموت. رقم 3. آخر مقهى. مقهى صلاح العجاني هو كل ما تبقى من حيه في روبي بفرنسا. قد يكون زبائنه المخلصون قد انتقلوا، لكنه ببساطة لن يبيع. إنه يمتلك المبنى منذ عام 1965، ويبدو أنه لا يهتم إذا كانت المنطقة المحيطة بأكملها الآن أرضا قاحلة. يجب أن تكون قهوته رائعة لأنه لا يزال يجذب العملاء حتى لو لم يكن العمل كما كان عليه من قبل، حتى أن العوجاني قال للصحفيين أنه يخطط للموت في المقهى. أشك في أن موظفي ستاربكس يتمتعون بهذا المستوى من الولاء. رقم 2. صخرة واثنين من الحصى. عندما تم بناء روكفيلر بلازا 30 في الثلاثينيات قدم منزلين مشكلة مهمة في خطط البناء. 6th أفنيو 1240 الآن تحتوي على مخبز كان في ذلك الوقت حانة مملوكة من 3 أيرلنديين. لقد رفضوا البيع إلى روكفيلر مقابل أقل من 250 مليون دولار، وهي التكلفة التقديرية لبناء المشروع بأكمله. رفض صاحب المنزل 6th أفنيو 1258 وهو الآن متجر أحذية البيع بالمثل، لذلك كان لابد من بناء روكفيلر بلازا 30 حولهم. هناك يجلسان حتى يومنا هذا حجرتين صغيرتين مع صخرة كبيرة في المنتصف. قبل الكشف عن صاحب البيت الأخير العنيد، يستحق عدد قليل من المتنافسين القريبين ذكرا شرفيا. أولا، هناك ما يسمى بركن المليون دولار في شارع 34 وبرودواي في مانهاتن. تم شراؤها في عام 1900 من قبل أحد منافسي ميسيز فقط لمنع شركة ميسيز من بناء أكبر متجر في العالم. لم ينجح هذا التكتيك، وتمكنت شركة ميسيز من شراء عقارات محيطة كافية للمطالبة باللقب على أي حال. تسخر الآن ميسيز من منافسيها السابقين من خلال لصق حقيبة ميسيز العملاقة فوق ركن المليون دولار مع كتابة أكبر متجر في العالم عليها. بعد ذلك بيت المسمار وعلاقة القميص هذا في تشانغ تشا بالصين. مما لا يثير الدهشة أن المتجر كافح للمنافسة عندما أقيم المركز التجاري خلفه في عام 2007، ولكن على الأقل لم يكن لدى المالكين مسافة طويلة للمشي كلما احتاجوا للتخزين. أخيرا، مع أخذ منعطف مخيف، ما يسمى بقبر المسامير. لعدة أشهر تم تعليق هذه القبور على ارتفاع 10 أمتار في الهواء عندما رفضت العائلات السماح بنقلها، نظرا لأن القبور كانت لأشخاص يمتلكون العقار، فيمكن الافتراض بأمان أنهم كانوا يطاردون هؤلاء البنائين حقا. رقم 1. نهاية الطريق. في عام 2012 أصبح لو بوغن وزوجته التجديد الحي لأصحاب المنازل العنيدين عندما رفضوا الانتقال من البيت الذي بنوه في وينلينغ الصين، حتى بعد هدم جميع منازل جيرانهم وحولت الطريق منزلهم إلى جزيرة صغيرة داخل نهر من الإسفلت، فإنهم ما زالوا غير قادرين على التزحزح.
ولكن في وقت لاحق من ذلك العام وصل الضغط المستمر من الحكومة المحلية أخيرا إلى رأس السيد بوغن، ووافق على ذلك قائلا إنه سئم القتال. تم هدم المنزل للأسف، ولكن بفضل هذه الصورة يعيش هذا المنزل الصغير الغريب الواقع في منتصف الطريق. ما نوع البيت الذي ستتمسك به مثل هؤلاء العنيدين؟ هل تجرؤ على قضاء ليلة في بيت المسمار الصيني؟ أخبرني برأيك في التعليقات أدنى. شكرا للمشاهدة.